الموسم تيكون مناسبة باش يعقدوا القران الناس اللي مزوجين طيلة السنة، وكاينه واحد الفكره اللي هي خاطئه، ان الاغلب ديال المغاربه، اغلبيه المغاربه ولا اغلبيه الاجانب بارتو، تعتقدوا انهم غير كتجي لهذا الموسم كتقلب على بنت اللي عجباتك كتديها كتزوج بها، داك الشيء كاع راه ما كاينش. دونك اشنو كاين؟ كاين ان الناس تيديروا الزواج ديالهم بالاعراف ديالهم بالتقاليد ديالهم، تيتفقوا مع الاهل طيله كاع السنه، يعني كيتعرفوا مزيان كما تيديروا في العالم كامل وفي المغرب، وتيتسناو هذه المناسبه باش ما يخسروش بزاف ديال الفلوس، وباش يتزوجوا بهذه المناسبه ويحاولوا انهم يرقوا بالجانب الثقافي والجانب ديال التقاليد ديالهم. عقد القران تيكون بالمجان؟ عقد القران تيكون بالمجان بالاضافه الى واحد الهبه كتعطى للعرسان، واحد الهبه جو كخوا 500 درهم اشاكان، هادشي اللي تيتعطاو ليهم. وبالنسبه لديك الفكره الخاطئه اللي كتروج على موسم الخطوبه، بالمناسبه كان واحد الاجنبي تلاقيته البارح، جا من فرنسا، الاصول ديالو من مالي، جا حيت قال له واحد صاحبو ان كاينين العيالات تما، الا بغيتي تتزوج سير كاينين البنات تما غتزوج وتجيبها وترجع. فاذا به انني تلاقيتو وقال لي ما كان بغيت نجلس هنا ونقلب على شي بنت وهذه، قلت له ودي بالنسبه اللي جلس الا بغيتي تجلس راه الف مرحبا، راه التواوير ديال ايميل شيل ديال تحديد راه كيرحبوا باي ضيف جا عندهم، ولكن بالنسبه للزواج راه ما نضمنش لك الزواج، حيت ديك الفكره اللي عطاوك راه فكره غالطه، وما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي من اقوال ديال انك كتمشي تما كتزوج وكتجيب المراه، راه داك الشيء كاع ما كاينش. وبالتالي الا بغيتي الناس اللي بغاو مثلا يتزوجوا هنا، الناس اللي بغاو يتزوجوا هنا عليهم انهم يسكنوا هنا مثلا واحد العام ولا عامين باش يتعرفوا على الاهالي ديالهم، باش حيت الا ما كنتيش معقول اصلا هاد الناس ديال هنا، الا ما كنتيش معقول وتعرفوا حتى الاصول ديالك، يقدر يكون الاب ديالك ولا الام ديالك كتسكر ولا خارجه للطريق، ممكن انه ما يتزوجش بك واخا انت تكون مزيان. يعني تيبغيو ان الاصول ديال الشاب ولا الشابه تكون بعدا مزيانه، عادي يشوفوا الشاب ولا الشابه واش مزيان عادي يديروا الزواج معاهم. اش اهم مميزات الموسم اللي كاينه دابا؟ كاينه منصه، كاين خيمه، كاين تعاونيات، كاين اهم ما يميز موسم سيدي احمد المغني او موسم الخطوبه هو لي سطول ولا القيادن ديال التعاونيات اللي تيجيو، وهذا العام زاد الارتفاع ديال التعاونيات، حيث اننا وصلنا لما يزيد عن 60 تعاونيه او اكثر، واللي جات من مختلف المناطق، ولكن الاغلبيه ديال التعاونيات والجمعيات اللي جاوا باش يعرضوا المنتوجات ديالهم تيتمركزوا في جهه رعاة فيلالت، وكاينين اللي جاوا من فاس مكناس، كاينين اللي جاوا من مراكش، كل تعاونيات ولا كل الجمعيات جاوا من مختلف المناطق باش يعرضوا المنتوجات ديالهم. بالاضافه الى ان ما يميز هذا سيدي احمد المغني ولا الموسم سيدي احمد المغني هو الطريح اللي تبنى عليه ولا اللي تمحور عليه ولا اللي نباثق منه هذا الموسم، الطريح ديال سيدي احمد المغني، واللي تترجع الاصول ديال هذا الشريف اللي هو سيدي احمد المغني، كترجع الاصول ديالو لواحد الشريف جا من الساقيه الحمراء وهاجر وانه دوز هنا، جلس هنا في هذه المناطق واستقر هنا المده ديال العمر ديالو، حتى ان توفي في هذا المكان وتم الدفن ديالو في هذا المكان وتبنى ذاك الطريح. ونظرا للبركه، للمصطلحات ديال البركه والشريف وهذوك المقدسات التي كانوا يؤمنون ولا زالوا يؤمنون به بعض الناس في المنطقه،
تيقتسوا هذا الطريح ديال سيدي احمد المغني وتيعتبروه رمز للسلام ورمز للقدسيه ديالهم. السوق تيستمر 3 ايام كامله ولا السوق تيستمر اكثر من 3 ايام، ولكن 3 ايام هي الحد ديال الايام الرسميه. اما الى رجعنا للموسم راه تقريبا شي 10 ايام والناس هنا تيبيعوا وتيشريوا وتيجي لهذا الموسم تيجي واحد الوافد اللي تيكون فيه الناس ديال العماله، الناس ديال وزاره الثقافه، باش انهم يفيريفيو التنظيم ديال الموسم واش هو هذاك. الموسم توقف عامين الموسم توقف عامين نظرا لي كونفينمون اللي دازوا ديال كوفيد، وربما داك الشيء اللي خلى هذا الموسم ديال سنة 2022 أنه يكون بهذا الشكل ويكون عليه الإقبال لا بالنسبة للتعاونيات ولا بالنسبة للتجار، أنهم تحبسوا لمدة ما يزيد عن سنتين، كاين اللي ما باع والو، كاينين التعاونيات اللي أعلنوا الإفلاس ديالهم، واللي باقيين مستمرين راه جاوا بكثافة هذا العام باش يشاركوا.